السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. طيب، عندنا اليوم منتجين من هوا، واحد رهيب والثاني رهيب. اوكي، ما في منطق في الموضوع هذا، بس اسمعني شوي. الميت باد 11 نسخة 2023، انتبه لهذه النقطة. 6 128 جيجا بايت، نسخة الواي فاي فقط، هذا اللي قدامك. وعندنا الجهاز الآخر ميت بوك دي 14 نسخة 2023 برضو. الآن وش السالفة؟ الميت باد 11 اشوفه كامبو رهيب. الناس اللي تبحث عن جهاز بسعر منافس، ممكن تبغاه كجهاز لمكالمات الفيديو، مالتي ميديا وجيمينج، وبعدين اوفيس ومالتي تاسكينج اذا جبت لك سوارات الكامله حقتها، ومسوين عليه عرض رهيب الصراحه. اسمعني بس، هذا العرض مو والله مو اعلان لهم، بس انه في عرض رهيب عليه، زائد في خصم اضافي ل أشخاص التعليم، من فئة التعليم يقدر يأخذون خصم إضافي. فالرابط راح أتركه لك في خانة الوصف، شوفه وبعدين أنت بكيف قاعد تقرر. الجهاز وش قصة؟ 7.2 مليمتر و480 جرام، وزن سماكة ممتاز على جهاز يملك بجودة تصنيع على من الميتل. الجدير بالذكر أنه ما شاء الله تبارك الرحمن أنه الجهاز مزود بسماعات إلى الليل. عندك يعني تقريبا 4 سماعات و2 من المايك، يعطيك جودة صوت خرافية الصراحة. نطاق العرض الخاص بشاشة هذا الجهاز الميت باد نسخة 11 مقاس 11، هذه الشاشة 2.5 يا اخوان كي و 120 هرتز مع السماعات اللي ذكرنا لكم. جيمينج ممتاز، مالتي ميديا ممتاز، تصفح ممتاز، مكالمات فيديو، اجتماعات ما اجتماعات، ممتاز جدا 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 ممتاز الجهاز. يعني صراحة رهيب صراحة في الشاشة وفي الصوتيات. المعالج 865، هذا يعطي الجهاز أفضلية في موضوع الأداء. صحيح مو بأقوى معالج، لكن لا ذا 865 مع أدرينو 650، ويعطيك مع الاموشن يو اي برضو نطاق جدا واسع في قابلية استخدام الجهاز. يعني انا ممكن استخدمه في كذا نقطه. يعني على سبيل المثال البن، القلم الخاص فيه، اقدر استخدم الجهاز في كتابه ملاحظات او اخذ صوره وتحديد اشياء معينه لو بغيت، فهذا الشيء يقدر يعطيني كنوع من الاوفيس او نطاق الاعمال. اقدر اسوي مالتي تاسكينج، اقسم الشاشه، فبالتالي انا اكثر من مهمه اقدر اسويها مع الكيبورد، واللي يعطيني لوحه مفاتيح ومكان للقلم، والكيبورد يغطي الكفر مع الكيبورد يغطي الجهاز بالكامل فيحميه. اقدر اسوي بها اكثر من شيء، يعني حتى انه اقدر افصل جزئيه لوحه المفاتيح عن الكفر فيصير كفر بستاند، اموري تمام. وهذه حركه ذكيه الصراحه وعجبتني بشكل كبير. ممكن ما احتاج اللوحه المفاتيح، باخذ بس الكفر وانتهينا خلاص. يعني هذا اللي احتاجه في الطياره، ما احتاج اني افتح لوحه المفاتيح، لا خلاص انتهى الموضوع. فشيء ممتاز جدا جدا ممتاز، وعجبتني هذه الحركه. الجهاز برضو لو بغيت استخدم ايكو سيستم، فرضا عندي ساعه هواوي، او انا مثلا عندي سماعه هواوي، مجرد ما افتح وانتهى الموضوع، اقدر اشبكه مع اللابتوب الخاص بهواوي واسوي مالتي تاسكينج اكستند كامل لشاشه اللابتوب مع التابلت، فهذا خيار ايضا متاح. اقدر استخدم جوالي على التابلت برضو متاح. فايكو سيستم ممتاز، السوبر هاب اللي يسمح لي بنقل ملفاتي وصوري بلمح البصر بشكل جميل جدا، بدون ما اشبك سلك، بدون ما ادور على بلوتوث، لا خلاص صار في اقتران تلقائي وصار في نقل ممتاز جدا مع مفهوم السوبر هاب. جميل جدا صراحة. الجهاز يملك بطارية 7250 ملي امبير، بطارية ممتازة مع هذا الجهاز صراحة، ما عندي اي ملاحظة فيه. الكاميرا 108 ميجا بكسل، وعندك موجود في الجهة الخلفية. يعني لا تركز، يعني لا تقول لي انه تهتم بالصور وما لا، هذا ممكن تسوي سكام، يعني ما راح يقول لك لا. للأمانة ممتاز. الكاميرا الخلفية 13 ميجا بكسل، يعني حتى فيها حاطين لك اوتو فوكس، فبالتالي التركيز تلقائي موجود فيه. مكالمة فيديو، امورك تمام، صدقني امورك جدا ممتاز مع هذا الجهاز. النظام صح ما في من الخدمات الكامله، لكنه تقريبا كل البرامج اللي كنت ابحث عنها، اوفيس موجوده فيه، والله انا ابغى مايكروسوفت تيم، زوم ممتاز موجود فيه، الفي ال سي مشغل المالتي ميديا الجميل بالنسبه لي، بليكس سيرفر برضو موجود. يعني لقيت الاشياء الاساسيه اللي انا احتاجها، فاموري كانت جدا جدا ممتازه. فلو بغيت في عندك الاب جاليري موجود، فحمل ما تريد يا صديقي، ما عندك اي مشكله. اوكي، الجهاز الثاني ميت بوك دي 14 نسخه 2023. الان
حصلت احداث كبيره مقارنه بالجيل السابق، لعل ابرز واهم تحديث حط عليه الجهاز مو بس الهاردوير والتحديث الهاردوير، لا نظام عرض الشاشة الآن صار من 16 على 9 إلى 16 على 10. ليش يا سلطان هذا مهم بالنسبة لنا؟ لأنه هذا راح يعطيك قابلية استخدام ممتازة وواسعة جدا، سواء نجينا نبغى نحطها على المالتي ميديا، نجينا نبغى نحطها على نظام عرض التطبيقات، نجينا نبغى نحطها على نظام التصفح، على كذا نمط نظام العرض هذا كله بتاع كله ما عنده أي مشكلة في أنه يقدر يعرض التطبيقات أو غيرها بالشكل الصحيح، فشيء جميل جدا جدا. طيب والشيء الثاني حصول على تحديثات كبيرة جدا في نمط الشبكة اللي ما تسميه الشركة باسم ميتل لاين، اوكي ممتاز في مدى التغطية ويعطاك سرعة عالية جدا من ناحية التحميل، وفعلا هذا الشيء راح تلاحظه مع هذا الجهاز. لو جبت لابتوب من منافس اخر حطهم جنب بعض وشوف راح تلاحظ فيه اختلاف. النسخة اللي قدامك هي الاي 7 لكن في نسخة اخرى اي 5، لكن ال 1360 ايرس اكس اي 16 جيجا بايت ال بي دي دي ار 4 اكس مو بدي ار 5 للامانة 1 تيرا بايت، ونمط الشحن السريع السوبر تشارج ال 65 واط من خلال اليو اس بي تايب سي. طبعا في واي فاي 6 وفي بلوتوث 5 ولوحة مفاتيح، للامانة يمكن هذا الشيء اللي صراحة تمنيت انه يكون فيه انه لوحة مفاتيح تكون باضاءة خلفية، لكن ما فرق شيء. زر الطاقة يدعم لك تقنية البصمة وهذا المكان اللي اشوفه ممتاز. سماعات مو بمكان امثل لكنه يعني اوكي اموري تمام فيها. عندك يو اس بي تايب سي 3.2 ويو اس بي اي 3.2 ويو اس بي اي ثاني لكن 2.0 و 3.5 ملم والاتش دي ام اي وكاميرا واحده فقط بدقه الواحد ميجا بكسل. تقدر تستخدم يو اس بي تايب سي لشحن الجهاز مو شاحن خاص، فامورك تمام. الشاشه اللي تشوفها قدامك هذه الشاشه 1080 و 300 نتس على المستوى انا عندي 300 نتس مستوى الاضاءه هو الحد المقبول، اقل من كذا لا الشاشه يعني تعتبر مستوى الاضاءه فيها مش ولا بد، ف 300 نتس كويس يعني على الحفظ. تجربتي على فكره لوحه مفاتيح منطقه فار ممتازه للامانه، لانه 1.5 1.5 يعني الترابل كيز مسافه الضغط فيها، ومنطقه الفار تستخدم تعريفات الويندوز، مساحه مش كبيره لكنه مالتي يعني الحركات اللي ممكن اسويها مع الجهاز في ضغط اكثر من وسيله تنقل ما بين الصفحات وغيره ما عندي اي ملاحظه، كل شيء اموري فيها ممتازه. هل هو مخصص للالعاب؟ لا يا صديقي الصدوق، هذا ايريس 6 اي، فبرامج بسيطه متوسطه امورك تمام في تحليل صور فيديوهات، مع يعني ما عندك مشكله في الموضوع، لكن لا تفله وتغلى. الجهاز ممتاز صراحه من ناحيه البطاريه ممتاز جدا، اعطاني 7.5 على 8. الان استخدامي يختلف من شخص لشخص، انا بعطيك استخدامي 65% مستوى الاضاءه، تصفح انترنت، بعض مكالمات فيديو، يعني استخدامات عامه مو ثقيله، بس عشان ننوه على هذه النقطه، ابي انوه على هذه النقطه. فالجهاز ممتاز في هذا الموضوع، وسعره جدا عاجبني الصراحه، يعني سعره جدا جدا ممتاز صراحه. الناس اللي تبحث عن لابتوب باستخدام يومي يمكن الطلاب، الناس بزنس ما بزنس يبغى جهاز بجودة عالية، فما عندك مشكلة مع إضاءة الخلفية لوحة مفاتيح يعني صراحة تشوفه خيار ممتاز إذا أنت حافظ على اللي أوت حق الكيبورد، أتوقع ما عندك مشكلة. تنوع المنافذ فيه ممتاز صراحة، حتى يعني ما استخدمه كله USB Type-C. فجهازين ممتازين من هواوي، قل لي أي جهاز عجبك، تفاصيل ورابط وحجوزات عروض وغيره راح تكون موجودة في خانة الوصف. شوفكم خير إن شاء الله، مع السلامة.